يعني انت مش زعلانه ان هو في السجن بس؟ لا لا مش مشكله، بس ادم بيجي في سبيل الله ويدافع على الحق خلاص مش مشكله. ليه لما بتحضر ليه بيقول لك اول الحوار اللي بيدور بينكم؟ اول حاجه بنسلم عليه، بنقعد ونجلس مع بعض كده، ويقعد يسالنا عن احنا حوالنا ايه، حافظه لحد دلوقتي في ايه، في صوره ايه، متفوقه في دراستك ولا لا، انا عايزك يا مريم تبقي شاطره وناجحه كده، تبقي ليكي شأن عظيم. وانت بتقولي له ايه بقى؟ انا يعني انت بترد عليه تقولي له ايه يعني؟ بقول ان شاء الله بابا هبقى كويسه، انت ان شاء الله هتفتخر بيا ان انا بنتك. الحمد لله يا بابا، انا الحمد لله بحفظ القران مع الشيخ، وهو مش مقصر في حاجه، وهو والشيخ بيسلم عليك، وبقول له الحمد لله ان انا كويسه في الدراسه، ولو كان ورايا امتحان ولا حاجه بقول له يا بابا انا ورايا امتحان يوم كذا، ورايا امتحان يوم كذا في المدرسة، والحمد لله جبت الدرجة النهائية والمدرسة ادتني جايزة كده، يعني الحمد لله أنا مستمرة فيها. فلما بنيجي كده مثلا ويحصل حاجة وبفكر فيه بزعل أوي إن هو مش معايا، لأن ممكن الحاجة دي بفتكر إن هو عملها معايا قبل كده، يعني مثلا كان بيجي يقعد معانا كده وأنا وإخواتي ويقعدنا ونقرأ قرآن كده، ببص الاقي ايه مش زي الاول، مش معانا زي ما كان بيعمل معانا الاول، حاسه انه في حاجه شديده وجامده جدا مش موجوده.